فلسطين وقيام دولة إسرائيل عام 1948 هو أكبر حدث هز كيان الأمة العربية، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن تثار كثير من التساؤلات حول الصراع العربي الإسرائيلي. وفي محاولة جريئة للإجابة عن هذه التساؤلات صدرت موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري في يونيو 1998 في 8 أجزاء بعد 25 سنة من العمل المتواصل. وقد شارك في إعداد الموسوعة بجانب الدكتور عبد الوهاب المسيري حوالي 35 كاتبا وباحثا ومفكر حتى تكون هذه الموسوعة مرجعا لصناع القرار في العالم العربي. ولقد صدر العديد من الموسوعات الأجنبية ورد بها تاريخ اليهود وفكرهم بما يؤيد حقهم في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. لذلك تعد موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور عبد الوهاب المسيري هي أول موسوعة كتبها مفكر عربي للرد على ما يدعيه اليهود عن تاريخهم وأحقيتهم في أرض فلسطين. فمن هو الدكتور عبد الوهاب المسيري؟ ورغم أن الدكتور عبد الوهاب المسيري أستاذ للشعر الرومانتيكي، إلا أنه اتجه لدراسة اليهود دراسة عميقة وشاملة. فما هي العلاقة بين هذا النوع من الشعر واليهود واليهودية والصهيونية؟ العلاقة في الواقع قوية جدا. الشعر الرومانتيكي هو شعر القرن التاسع عشر. القرن التاسع عشر هو القرن الذي أفرز الإمبريالية والعنصرية والصهيونية والنازية وهكذا، بمعنى أني درست الخلفية التاريخية الكاملة لهذا التشكيل الاستعماري. ومن ثم مرة أخرى بنجد أن اهتمامي بالصهيونية يختلف عن اهتمام العربي، لأن اهتمامي بالصهيونية هو اهتمام فكري نابع من اهتمامي بتاريخ الأفكار في الغرب، وأنا أرى أن الصهيونية هي جزء من تاريخ الأفكار في الغرب وليست جزء من ما يسمى بالتاريخ اليهودي. ولا يمكن فهم الصهيونية إلا بأن نضعها في إطارها الغربي وسياقها الغربي. والموسوعة تحتوي على معلومات وافرة، ولكنها لجأت إلى المنهج التفكيكي في رد المصطلحات والمفاهيم إلى أصولها ومراحل تطورها لكي تبني نموذجا تفسيريا وتصنيفيا جديدا. أضرب لك مثل، حينما نقول الشعب اليهودي نأتي بالمعلومات والدلائل التي تبين أن الشعب اليهودي لا وجود له، مثل مثلا أن إسرائيل قد أسست منذ 50 عاما نصف قرن ولا تزال غالبية هذا الشعب خارج وطن القومي. فبأي معنى من المعاني تظل الغالبية الساحقة خارج الوطن القومي؟ إن أتينا بيهودي من الفلاشة ويهودي من الولايات المتحدة سنجد أن الاختلافات بينهم أهم من عناصر التشابه، ومن ثم نخلص إلى هذا أنه ليس بشعب يهودي. هذا هو التفكيك. الرؤية التفكيكية التركيبية في هذه الموسوعة مختلفة تماما. يظهر هذا مثلا في استخدامي لبعض المصطلحات، يعني في جميع الكتب اليهودية يستخدمون كلمة الدياسبرا بمعنى المنفى والشتات. أنا أجد أنه هذه المصطلحات تعني مركزية إسرائيل فلسطين في حياة اليهود، ومن خلال دراستي أبين أن فلسطين لم تكن أبدا مركز الوجدان اليهودي،
ولا مركز تحرك اليهود ولا كذا ولا كذا، فرفضت هذه المصطلحات واستخدم بدلا من ذلك مصطلح انتشار، انه اليهود انتشروا في العالم، شأنهم شأن الأرمن، شأنهم شأن بعض الأتراك وهكذا. من إنجازات الموسوعة أيضا التمييز بين اليهودية واليهود، دي مسألة أساسية، إن اليهودية دين له نقطه التي قد نختلف معها، لكن الإيمان به لا يسبب لي مشكلة على إطلاق. اليهود هم مجموعات من الناس. في الواقع أنا أبين في الموسوعة أن الحديث عن اليهود بشكل عام هكذا بشكل مجرد لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الدقة نظرا لاختلاف الجماعات اليهودية من مكان إلى آخر. يعني هل هناك رابطة بين يهود الصين ويهود الهند، بين يهود الهند ويهود الولايات المتحدة؟ بنجد أن عناصر الاختلاف منهم ضخمة جدا. ومن ثم أتحدث عن الجماعات اليهودية لا عن اليهود بشكل عام. من أهم الأشياء أيضا نبينها أن الصهيونية ليست جزء من التفكير الديني اليهودي. فالتفكير الديني اليهودي مثلا كان يحرم العودة حتى عهد قريب، لكن اللي حدث أن الصهيونية استولت على اليهودية لأسباب كثيرة أبينها في الموسوعة، لكن أصبح هناك ترادف في عقل الناس بين الصهيونية واليهودية، بينما أنا أرى أن الصهيونية هي جزء من التشكيل الفكري الحضاري السياسي الاجتماعي الغربي، ولا يمكن أن نراها إلا في هذا الإطار. عام 1984 كنت أقرأ في أحد الكتب واكتشفت أن يهود الغرب في أواخر القرن التاسع عشر كانوا إما معظمهم أو كلهم من أصل بولندي، لأنه اليهود في الأصليين في فرنسا وإنجلترا تم سهرهم، فيا إما 90 أو 80% من أصل بولندي أو 100%، يعني المسألة موضع جدال. فقلت إذن الحديث عن الصهيونية العالمية حديث غير دقيق، إنه في نهاية الأمر الصهيونية ظاهرة غربية ومصدرها هو بولندا، أم إن تاريخ يهود الغرب هو في نهاية الأمر تاريخ يهود بولندا، ولا يمكن فهم هذا بدون ذاك. I was a grown woman. I was fully come of age. I was a married woman when I realized that I hate my father beyond all words to tell it. It was the winter of 1938. And my father is working for weeks on the speech he calls Poland Jewish problem. Ordinarily, I type those speeches and I don't hear to the words, to their meaning. But this time I came upon a word repeat several times that I have never heard before. The solution for Poland's Jewish problem, he concludes, is the Vernichtung, extermination. I had not meant to go to the ghetto that afternoon, but something made me go there. I stood there, I don't know how long, watching these people that my father has condemned to die. For all these men, these women, these children, the Vernichtung, extermination. ظهور أول موسوعة عربية عن اليهود ردود أفعال متباينة في الأوساط الأجنبية والصهيونية لما أوضحته من حقائق. أذكر حينما كنت أعمل في الولايات المتحدة مع الوفد الدائم للجامعة الدول العربية، أنه بدأ أعضاء الوفد الواحد تلو الآخر يحترق منزله. في حالتي أنا كان منزل الاستداد عليه صعب، لأن كل شيء كان مكتوب باسم الدكتورة هدى، وكنا نعيش في المدينة الجامعية حيث كانت تدرس، إلى أن أخطأنا مرة ونشرت خطاب فهم منه أنها زوجتي، وحدث ما يلي.
جاءت عربة نقل وقفت بجوار منزلي مدة يومين وأخذت كل ما نملك تقريبا من حطام الدنيا بما في ذلك كتبي، وكنا قد خبأنا رسالة الدكتوراه النسخة الوحيدة من رسالة الدكتوراه لزوجتي في الموسوعة البريطانية فأخذوها. فمن الواضح أن السرقة هنا لم يكن الهدف منها السرقة، وإنما الهدف منها هو زلزلة حياتي. كان هذا أول احتكاك حقيقي مع الصهيونية. الاحتكاك الآخر كان عام 1984 حين كنت أعمل في السعودية، فتلقيت هنا 6 خطابات تهديد بالقتل، قيل فيها بالحرف الواحد إن لم تتوقف عن كتابة الموسوعة حفرنا لك قبرا في القاهرة. وفي الرياض وصلني 6 خطابات مثله. أنا استخفيت بالأمر في بداية الأمر، يعني قلت ماذا سيفعلون، إلى أن وصلت مصر مثلا يوم الجمعة، يوم الأحد وصلني خطاب يقول عارفنا بوصولك وإن لم تتوقف سنقتلك. وظهر فيما بعد بقى أن مائير كهانة هو الذي أرسل هذا الخطاب واعترف بنفسه. في مائير كهانة عضو الكنيسة الإرهابي الذي اغتيل على يد أحد الناس في الولايات المتحدة. الصحافة الإسرائيلية في ذلك الوقت كتبت، قالت له إن بدأت في قتل المثقفين المصريين سيبدأون هم بالتالي في اغتيال السواح، وستجعل العلاقة سيئة جدا بين إسرائيل ومصر. عام 93 جريدة العربي المصرية وصل لها خطاب مرسل من جامعة بار إيلان الإسرائيلية إلى المركز الثقافي الإسرائيلي تطلب منه يتوسط لدى السفير الأمريكي، يخبره ما يلي: أن جهود التطبيع المختلفة في مصر قد باءت بالفشل نظرا لوجود بعض الشخصيات مثل عبد الوهاب المسيري يقفون في طريقها. الخطاب ده بالمناسبة وجد أو سرق من السفارة الأمريكية، بمعنى أنه قد تم، وده بيثير قضايا عديدة بخصوص التطبيع، بخصوص دور الدولة الفلانية في عمليات الإسراع بالتطبيع وهكذا. لم يشأ أي من الأطراف السابقة أن تنكر وجود الخطاب، مما يدل على مصداقيته. سجلت الموسوعة كلها على الكمبيوتر، وكنت دائما أرسل نسخ من الديسكات في أنحاء العالم عند بعض الأصدقاء، وأجعل هذا شيء معروف على التليفون حتى يعرفون أن الموسوعة قد انفصلت عن صاحبها، وأن اغتيال صاحبها لا يؤثر كثيرا، لأنه إذا كان الهدف هو إيقافي عن الإنجاز فالإنجاز تم. يتناول المجلد الأول الإطار النظري العام للموسوعة، والذي يدور حول 3 نماذج أساسية: الحلولية الكمونية الواحدية، والعلمانية الشاملة، والجماعات الوظيفية. وقد تم تطبيق هذه النماذج على الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم منذ ظهورها وإلى الآن. أول نموذج أشرت إليه هو الحلولية، بمعنى أنه هناك رؤيتان للواقع: رؤية للإله باعتباره منزه ومفارق ليس كمثله شيء كما نقول في القرآن أو كما نقول في الإسلام، فهو إله مفارق له كثير من الصفات، نحاول نحن كبشر أن نقترب منه، لكن